كتير ترهن يومي معدودة. تدبيسة بقى معلش مع احترامي الشديد ليك يا اخ شج. لا مرحبا بكم في سالت عوم بلانت، عدنا اليكم من جديد ومن جديد عدنا اليكم. عامل ايه يا عم ده؟ اخبارك يا عم شاكي؟ كله فل. محطش الحته دي اصلا، كله فل، هحطها المره دي. كل شويه بنسال بعد بتاع مين وما بنحطهاش، ما بنحطهاش عمرنا ما حطناها. طيب يا جماعه، زرز لايك، زرز سبسكرايب، زرز تفعيل الجرس، زرز فولو انستغرام، زرز اللاب توب، زرز المايك. زرز معانا مين النهارده؟ زرز معانا يا اخ شاكي شمع. تاني معانا شامة. عارف يعني ايه شامة؟ عارف يا زميلي والله، ده اللي انا عملته ده ايحاء اصلا اللي احنا هنسمعه. عارف الصوت اللي هو المشروخ؟ انا بقى بالنسبة لي صوتها ريح. انا بالنسبة لي صوتها فيه شرخ كده اي حد ياخد باله منها. تراك اسمه يا اخي شاكي، التراك اسمه يا بنت الناس. يا بنت الناس. اه انا متشجع أند متحمس. في حاجة مهمة جدا مش عارفة تتعرفها ولا لا، شامة هي اللي بتعمل كل الارت وورك بنفسها. دي جرافيك ديزاينر. يس. احنا مش هخش على شغل بعض. احنا مش هخش على شغل بعض. يوسفني تبعتي للاخ ده دي الفيديو ويعمل كفر بتاعه. يوسفني اقول لك للاسف، للاسف الارت وورك اللي انت بتعملها حلوة. للاسف 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 الشديد منافستها هتبقى صعبة. بس انت لو حطيتها زميلي لا يا اخي، ده حتى الستوري بتاعتها بتبقى متسطره بتعمل الافتر افكت كمان. مش ممكن. عرفت عرفني. طيب ننزل نشوف القصه. ده بقى زميلي معناه ايه؟ انت خضتني يا زميلي. طب اشغل على نفسك معلش. صح، شغل على نفسك. ننزل نشوف القصه. ننزل نشوف القصه. اغنيه فيها من الواقع نصيب كبير، قعدنا تدويرها زمان وانا بستايل بعيد عن ستايلها الاصلي، ليس تقليلا منها وانما لحبنا فيها. يبقى الاصل اصلا ويبقى للاغاني خالده اثر دائم ونوستالجيا بداخلنا. الدباجة دي مكتوبة ليه؟ في ناس دايما بتاخد الموضوع لما بتيجي تعمل كفر بتبوظ الأغنية، انت بتبوظ الفن الاصلي. الموضوع مفهوش اي نوع من انواع ان انت مس الاصلي باي حاجة خالص. ده حقيقي. انت بتقدم الفن بتاعك عادي، ان انت تاخد حاجة قديمة مثلا موجودة تراثية وتحاول ان انت تعملها بالستايل الجديد يعتبر بتاعنا، وانت كمستمع لو عجبتك بيس تمام، ما عجبتكش برضو كده ولا كده، الاصليه موجوده ما اتخدشتش وما فيش حاجه حصل كده. احنا مثلا لما سمعنا مثلا اغنيه العاريه العار، رحنا سمعنا الاصل بتاعها لما التركات بتاعت حمزه نمره الخليلي وإناس ان شاء الله هنعمل إناس الاسبوع اللي جاي. فانت ده اصلا بيخليك ترجع تتفرج على الحاجات القديمه. احنا الاجيال الجديده ممكن تكون صعب عليها انها تسمع الاوريجيناليات خالص، فهي لما تيجي تسمعها بالستايل ده ممكن تخليه ان هو يروح يسمع الاوريجينال عامله ازاي. فهو احياء، يعني هو احياء للحاجه اكتر ولا لا. تراك هي بتاع شامه بدا ينتشر في مصر الفتره اللي فاتت دي جامد، بيجات كبيره يعني بيستخدموا التراك بتاع هي في الستوري بتاعتهم وفي الحاجات. فهو التراك نفسه بدا يتفايرل في مصر جامد. ميزات كتير جدا لفكره انك ترجع تعمل شقلبظات وغير ده كله. خلينا متفقين حتى لو كفر الحاجه الحلوه بتفرض نفسها. طيب ندخل في التفاصيل بقى نشوف. اوكي يلا، احنا بس حاولنا نشرح برضو يعني للساده المشاهدين. الساده المشاهدين خلقهم ضيق، عارف انت اللي هو ايه انجزني. مفيش حد هنا في كوكب السلطعون خلقه ضيق. طب بقول لكم ايه، اذا دعونا ندخل في التفاصيل. يا بنت الناس انا على طول كده التفاصيل بتاعتها على طول. يا بنت الناس انا فقير دراهم يومي معدودة، انما عندي قلب كبير بحر شطان وممدودة. التراك شكله بومبوني. بومبوني بس صوتها برضو مشروخ. يا بنت الناس انا فقير دراهم يومي معدودة، انما عندي قلب كبير بحر شطان وممدودة. احب الكلام ده يا اخي، احب الكلام ده. الله، عايز فلوس بس عندي قلب كبير. يا بنت الناس انا فقير درهم يومي معدوده، انما عندي قلب كبير بحر شطان وممدوده. اه
البيت الجنرا دي من المزيكا اول مره هعملها، اول مره اسمعها، اول مره اسمع شمع عاملها، صح كده؟ لا عملتها. لا لا لا، هي بتعمل على طول الهاوس. الهاوس لا انا ما سمعتش الهاوس، انا ما سمعتش عامله هاوس قبل كده. ليه يا جدع؟ ما اللي فات ده كان ايه اللي هو ايه؟ هي كان هاوس. هي كان هاوس. لا بس مش كده، ماشي الريتم بس كده. اختلاف الريتم بس، هي دايما عامله ميكس ما بين الهاوس وما بين الحته الاصليه. مش انا مستني حاجتين، مستني الليركس تبقى اكتر، ومستني لا زميلي ما تلاقيش الموضوع ده. صوتنا اتدمح في الموضوع ده يا زميلي. نو زميلي نو شمع، ارجوك زودي الليركس، بس زودي الليركس سنه صغيره. والله ما هيحصل حاجه، بس والله ما هيحصل حاجه، بس ان شاء الله يبقى هنا زياده شويه. ومستني الات وتريه او عربيه، مش عارفين بقى، لان برضه هي بروديوسر معاها مختلف. فانا اللي هسمعها خير دراهم يومي معدوده، انما عندي قلب كبير حرش طانو ممدوده. بتكلم عليه، هو ده اللي بتكلم عليه. حسد يتلف الحساب. حلو انا لحد الغير حلو، بس حاط فيه ليركس اهو يا عم. في ليركس. لا في ليركس. قلبي كان هياكلني لما قررت خفت قررت الموضوع في الاول كتير. انا عشان كده خفت قررت الجمله الاولانيه. الحمد لله اشتغل عند الغير، الحسد يتلف الحساب. اشتغل عند الغير، الحسد يتلف الحساب. وعليها واقف عالساس، وفهميني فهميني وفهميني يا بنت الناس. انا فقير دراهم يومي معدودة، انما عندي قلب كبير حرش طعن وممدودة. يا بنت الناس انا فقير دراهم يومي معدودة، انما عندي قلب كبير حرش طعن وممدودة. فايض بالمحبة والخير. استنى ملحقناش يا شامة. حاجة كمان، نفسي اسمع شامة حتة مصري، تاخد حتة مصري تعملها. اديها انت الحتة المصري، اديها احلى حتة مصري، اديها احلى حتة مصري فيها شامة. لو كتبنا لك صحيح، ده احنا عبقرة في الكتابة. اسكت ناخد تغني مصري الاول، نكتب ما احنا الاول نجيبها الاول. حتى سيد درويش، حتى سيد مكاوي يا جدع، حتى من الحاجات اللي هي القديمه دي يا جدع. انت تظبطها لنا وتهندلها لنا كده وتطلعها لنا بالشياكه دي، وبعد كده نكتب لها واحده يا جدع. انت واحده عشان الزبون ما يطيرش من ايدك يا جدع. انت واحده زميلي انت مش عارف مصلحتك يا زميلي. خش بس على كده. فايد بالمحبة والخير، باب ما هي مسدودة. وعليها واقف عالساس، وفهميني فهميني فهميني يا بنت الناس.
هي شمع حالة والنبي حلو. شمع حالة. شمع حالة طبعا مليون في المية. شمع حالة اللي هي بتعمله والله فعليا ستايل ستايل يعتبر خاص بيها هي. ده حقيقي. حتى لو الموضوع كفرنج وكل حاجة بس ستايل خاص بيها هي. مود مود صوتها لوحده حلو يعني مود الصوت بتاعها حكاية لوحده يعني يسك أصلا في حكاية ورواية. أنا نفسي تغني سولو. سولو إزاي؟ يعني تغني بقى من غير أي مزيكا خالص. ما بتنزل على الانستغرام عندها ادخل على الانستغرام بتنزل ستوريز بتغني يعني على اليوتيوب اغنيه كامله كده فقط لا غير او طيب تدبيسه بقى معلش مع احترامي الشديد ليك يا اخ شج ايوه تطلعي معانا لايف عندك مانع انا قلت ان انت ما عندكيش مانع برضه انا قلت كده برضه بص احنا اعتبرنا موافقه على الرضا سكوت على انت ما ردتش سكوت على انت الرضا يا زميلي احنا اعتبرنا موافقتك تحسين حظ من الاخر كده تطلعي معانا لايف على الانستجرام وتقعدي تغني كده معانا ونغني معاكي والله احنا نعم صوتنا زباله بس يعني المشاركه حلوه الشيرنج حلو بس قلبك طيب والله عارفين ان انت قلبك طيب ومش هتقولي لا وانتظروا والف الف انتظروا يا جماعه ان شاء الله لايف على الانستجرام ان شاء الله مع شمع ان شاء الله ايه يا ابني زميلي سحبتني معاك كده ازاي انت ازاي كده مقدم المشيئة وسيبها على الله ان شاء الله طبعا على كل حاجه الله هتكفر حد يقول للفن لا هتكفر حد يقول للفن لا هنطلع نقضي وقت حلو نغني كده وندندن مع بعض ما فيش حاجه امين خلاص انت قلتها طلعت منك زي الطلقه طب بالمناسبه دي بقى عشان لما تيجي تطلع معانا لايف نبقى سمعنا كل حاجه اجمعها يعني ايه احنا فريندز يعني فريندز يعني ده كان نازل في رمضان البراقيه اللي تقريبا براقيه البراق وبرده هي اللي عامله الارتو وهو برده الجو بقى اسمع جو انا بعشق اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين يا عم صوتها يا عم صوتها يا عم والله العظيم حرام كمان الجو الصراحة المزيكا اللي في الاول دي عالمية انا بحب هو جدعان القانون والالات الوترية دي بتاعتك بتاعتنا نلعب فيها زي ما احنا عايزين محدش يعرف يقول لنا حاجة صوتها مريح اوي يا اخي صوتها مريح صوتها مريح يا اخي والله خش. وما احنا اللي عايزينها تطلع لايف معانا خش اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على ركب البراق محمد عين الوجود طه اسمعوا جدعان كده اسمعوا جدعان كده بس ده اسمعوا جدعان كده ده كنت بقول لك عليه في التراك اللي فات التراك اللي فات حاوس بس اسمعوا جدعان الالكترو في النص الالكترو لما يبقى دخل كده على الشغل الشرقي بتاعنا بيبقى عامل ازاي غير كده الصوت نظيف يا اخي محمد عين الوجود طه نبدأ باسم الكريم نعمل حير فانتاستيك بقول لك ايه شامة كانت طالعه من يومين ثلاثه كده في لقاء مع الاستاذ هادي الزعيم في الراديو في تونس احتفالا باغنيه هي فكان بيقول لها لازم تطلعي بوشك بقى وتباني للناس ومش عارف ايه والمحبين بتاعك اوعي لا اوعي 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 اتعلمي مننا خلي ده اللي يوصل والله العظيم بجد ده اللي يوصل والله العظيم
حوار تاني، حوار تاني ده اللي يوصل اقسم بالله ان شاء الله يعني بعون الله وباذن الله شامة هتكون من اهم الناس في الوطن العربي باذن الله كله باذن الله ان هي بتقدم حاجه مختلفه تماما عن اي حد. ده حقيقي المحبوب جوار حس بها اسمعوا يا جدعان اسمعوا شفت القلبة تاني. شفت القلبة شفت القلبة تاني تاني وداني وداني راقي محمد عين الوجود طه حبه في دوخل الحشاوة مزق مير اسفا لحلالي فيما قضاها اللهم صلي على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه والله لسه بدري بدري بس وهذا ما يمكن ان نفعله في هذا الوقت ونحن لسه عند كلمتنا ان شاء الله نعمل لايف لازم لازم عارف احلى حاجه في الدنيا ايه اما تدبس الناس معاك كده وقتي تدبسهم وتحطهم قدام الامر الواقع واحنا بجحين واحده واحده احنا بجحين واحده ما هو واحده 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 ما هي واحده 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 والله واحده 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 استا يا جدعان دي يا جماعه كانت حلقه النهارده ثواني ايه يا زميلي ميرسي على التراك والله ميرسي ده فيغي فانتاستيك والله ميرسي فيغي فانتاستيك ميرسي مود مجرد مود حلو قوي حلو قوي مود حلو قوي 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 واعتقد ان ما يختلفش على الاثنين مع احترامي الشديد بقى وعلى افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتفضل احنا هننهي الحلقه دي يا جماعه بحاجه واحده بس صلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام